كل خطة تبرئ الدولة اللبنانية من مسؤولياتها إلى جانب المصارف بتعويض عن مصارفته هي خطة ستكون على حساب المودعين. مثل ما كان في خطة بالسابق أخذت هيدا الخيار، وإذا هيدا الخطة الجديدة أخذت هيدا الخيار هي صندوق النقد سنتصدى لألون. أنا بلجنة الاقتصاد صار لنا سنتين ونص وقت اللي بلش التعثر نقول لهم وين الخطة لهالحكومة والحكومة السابقة. معقول انه بعد سنتين ونص بعد ما عنا خطة؟ لك شو عم نحكي نحن هون؟ يعني عن جد هيدي صرخة كبيرة. انا بدي اقول انه في قطبة مخفية. Thank you.